السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع نتاع المحطة المتعددة الاستخدامات اللي جاية في بير مراد رايس بالعاصمة الجزائرية. وهذه المحطة هذه تعتبر من ناحية التصميم يعني عندها تصميم رائع، وهي في الحقيقة كاين ثلاث محطات من هذا النوع مبرمجة في العاصمة الجزائرية، واحدة في الجنوب، واحدة في الشرق، واحدة في غرب العاصمة الجزائرية. واليوم نتكلم على الوحدة اللي جاية تعتبر في الجنوب نتاع العاصمة، وهي في منطقة بير مراد رايس. وهنا نشاهد هذه المحطة، هاي هنايا يعني الشكل تاعها مازال ما اكتملش، هذه الجهة هذه مازال ما اكتملتش. وهنا الصور هذه عندها 4 أشهر، يعني الصور تاع جوجل. وهذه المحطة هذه فيها كل انواع نتاع المواصلات بما فيها التراموي والحافلات ومحطة الطاكسي. لكن الجزء نتاع التراموي المفروض تراموي يجي من محطة المعدومين في العناصر. وهنا نشوف المحطة نتاع المعدومين، وهنا عندنا المقر نتاع المحكمة العليا، وهنا المحطة هذه تاع تراموي فيها كذلك فيها المترو هنايا. إذن الخط هذا تاع تراموي ينطلق من يكمل هو في الوقت الحالي، الخط تراموي خط تراموي يوصل لهنا ويحبس، لكن الخط المبرمج هو يبدا منا ديجا هذا الخط موجود هنا هذايا هنايا، يبدا من هنا ويبدا هنا على هذا الطريق اللي يعيطولو طريق يعني البولفار دو لا فام سوفاج الاسمو القديم. اذا طريق تاع تراموي يمر عبر هذا الشارع هنايا، نتبعوه وهنا يوصل تحت الجسر هذايا، ثم يكمل هنايا، يكمل من هنا في هذا الشارع. وهذا الشارع يعتبر يعني عريض بما فيه الكفاية، نقدر نديرو خط تراموي هنا في الوسط. هذا هو الشارع اللي المفروض يكون فيه التراموي اللي يوصل الى حدود محطة نتاع المختلف استعمالات ملتي مودال، كون ابل لاستاسيون ملتي مودال، فيها تولي فيها تراموي وحافلات ومحطات نتاع الطاكسي كذلك. اذا هنا الخط هذا هو، نزيد من بعد باش نشوف الخط هذا هاوليك، يوصل الى حدود هنا، رانا في وسط بلدية بير مراد رايس، ثم يعاود يطلع هنايا الى حدود هنا، يوصل المحول نتاع طريق السيار الدائري الثاني هذا هذا هنايا. اذا يلحق لهنا لي يوصل الى المحطة المتعددة الاستعمالات تاع بير مراد رايس هنا. اذا هذا هو، نكتفي بهذا القدر.
ونخليكم مع الصور. نذكر نعاود نذكر بلي هاد الصور نتاع جوجل عندها 4 شهور، يعني الأشغال قديمة شوية على الصورة، لكن نخليكم مع الصور جديدة. الصور هذه أخذت البارح في الموقع الأشغال. والسلام عليكم.